حضرتك عليك بقى انك تختار، عايز التقدم ولا راحة البال؟ بالنسبة لنا احنا اخترنا راحة البال. ده انت زودتها قوي. معقول التخلف اللي انت فيه ده؟ الجهل وصل للدرجة دي؟ اما انك صيح راجل طفيلي متسلق متعفن. انما انت ما قابلتش سعاد حسني؟ مرتين ثلاثة. طب امان عليك في المرة الرابعة سلم لي عليها يروبك ثواب. أنا لا هبلعها ولا هشربها وهقفل عليها بفلي لغاية ما بإيديا دول أفتح حنك ابن البدري واسقها له نقطة نقطة. يعني لما ترفع السعر لدرجة إن اللي محتاج ما يقدرش يشتري يبقى بتستغل الناس، بتفحصهم. عايز أنت تعيش والناس تموت يا حجازي؟